تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غرفة عمليات المتابعة لمحافظات الجمهورية، حيث ناقش سيادته السادة محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر في سير الأعمال. كما أكد سيادته على ضرورة متابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة، مع التأكيد على التواصل المباشر مع المواطنين بما ينعكس على استقرار الأسعار. في الخمس محافظات اللي احنا عرضناهم على السادة في نموذج الاستشهاد معانا دلوقتي، يعني معانا السادة المحافظين في مراكزهم جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الأقصر. أولا بهنيكم على الشبكة اللي اتعملت ديت، وده دي نقلة حقيقية في قدرتنا على إن احنا يعني كدولة نبقى يعني شايفين كويس الأوضاع على الأرض وأجهزة كل محافظة، وحتى مع أجهزة الدولة بالكامل، وده أمر حقيقي يعني يدعونا للفخر. عندنا سادة الإسماعيلية رقم واحدة، صباح الخير جنوب سيناء. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا، كل سنة وأنتم طيبين جميعا. طيب محافظة بورسعيد، أنا بس عايز أطمن على موقف توفر السلع والخضروات عندك في الأسواق دلوقتي. الحمد لله يعني عندنا مفيش عبارة كاملة على الأسواق، مفيش سلع موجودة في مصر. لا أنا مش بتكلم هنا بس في الوفرة عادي، أنا بتكلم هنا في الأسعار عادي. مهم جدا جدا إن احنا نسيطر على، احنا بنقول للناس من حقها إنها تكسب، بس أنا عايز أقول في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها ده احنا بنتكلم في مكسب معقول عشان ما يبقاش ده عبء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها. ده أمر مهم، وأمر مهم إن احنا كمحافظة أو كمحافظات أو كحكومة إن احنا نبقى موجودين دلوقتي بكثافة عالية جدا في الشوارع وفي الأسواق، حتى نطمئن إن الأمور ماشية بشكل مش هقول مناسب في ظل الظروف اللي احنا فيها. احنا مش عارفين الموضوع ده والأزمة اللي موجودة بره دي هتستمر قد إيه؟ بقول الكلام ده للسادة المحافظين في الإسماعيلية وفي السويس والأقصر وفي كل حتة. لكن انا بقول ده بظروفها دلوقتي مع الاتصال اللي احنا عملناه، بالتجربه ان احنا بنشوف ان احنا نقدر كدوله نستطيع ان احنا نتواصل مع بعضنا البعض في المراكز اللي احنا انشاناها للدوله بالكامل في المحافظات بالكامل عشان التواصل المستمر، مش كده؟ لكن انا اللي يهمني في المرحله اللي احنا موجودين فيها دي دلوقتي ان احنا نبذل جهد اكبر من كده للسيطره على الاسعار في الاسواق. احنا موجودين عشان خاطر الناس. ماشي يا عادل؟ طيب اسمع لي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اسمع لي يا فندم، انشانا المركز اداره الازمات في المحافظه وكذلك المركز الاقليمي لاقليم القناه وسيناء، وجهزنا الاطقم العامله والاطقم حاليا شغاله على مدار الساعه، نفذنا خمس تجارب، ثلاث تجارب داخليه داخل المحافظه وتجربتين على المستوى الاقليمي. طب انا هقول لكم برضو، قلت المحافظ بورسعيد، احنا محتاجين دلوقتي نبقى متواجدين على الارض بنسب كبيره قوي، يعني احنا كمسؤولين ومش في مشكله ان احنا المواطنين توجه لنا، يعني هنسمع من مين غير منهم او هم هيقولوا لمين غير لينا، وبالتالي نبقى احنا نبضهم في الشارع وشايفين الدنيا عاملة ازاي. واذا كان في جهد اكتر من كده في التواجد، انا بتكلم التواجد في الشارع والتواجد عشان ضبط الاسعار، لان انا شايف ان دي القضية اللي احنا محتاجين نضغط فيها دلوقتي. انا بقول الكلام ده لكل السادة المحافظين اللي بيسمعوني، وده ما يتمش ان انا ابقى انا متواجد بالفعل موجود في الميادين وفي الاسواق الرئيسية واشوف الاسعار بكام والاسعار دي مناسبه ولا مش مناسبه، عشان احنا كدوله نتحرك. اذا كنا محتاجين نعمل تعزيز يعني للمنتجات اللي موجوده ديت، لان هو طول ما في وفره طول ما في فرصه ان الاسعار تبقى مظبوطه، والعكس
انا مطمن على ان في تواجد للسلاح، مفيش كلام، سواء كان السلاح اساسيه او غير اساسيه، لكن انا مش بتكلم في السلع الاساسيه او في توفرها من عدمه، انا بتكلم في تكلفه السلع دلوقتي. وعايز اقول لكم على حاجه ليكم كلكم دلوقتي، زي ما قلت كده المحافظ بورسعيد، يا جماعه الازمه اللي موجوده ديت قد تطول شويه، ومعنى كده ان اثارها هتبقى موجوده معانا، فاحنا لازم نكون من دلوقتي شايفين ده وبنتعامل معاه، مش على قد اللي هو انك توفر دلوقتي او حتى تظبط الاسعار دلوقتي، لا، احنا عايزين نبقى النهارده عندنا تصور ان احنا تتوفر دلوقتي والشهور القادمه وضبط الاسعار دلوقتي والشهور القادمه، عشان ده عبء دلوقتي على الناس، ده عبء على الناس كتير، خلي بالكم. لكن لما المواطن بيلاقيني النهارده جنب منه في الشارع بيقول لك ما هو شايفني، ما هو حاسس بيا، انا بقول الكلام ده لكل الناس. انا مره ثانيه بقول كل سنه وانتم طيبين جميعا، وسعيد ان انا بكلمكم، وبقول ثاني نبذل مزيد من الجهد مع مواطنين. حد عايز يقول لي اي حاجه؟ متشكرين وكل سنه وانتم طيبين جميعا، شكرا جزيلا.